يوم الأربعاء فقرة حياكم بيكون معنا فهد، فهد البقمي. مرحبا فهد البقمي. احنا تميز الأسبوع اللي راح قلنا طالبينك كمل يا فهد. شوف مبدع، ما هو بعشاني أنا وياه جايين في سيارة واحدة ويقول لي مدحني بس مبدع، ما هو بعشاني أنا وياه جالسين يوم لبست ما قال مدحني بس مبدع. عسى أخو قصها الله يبدع فهد. أوه أجل أبشر والله. شوفوا فهد، أنا بقول كلمة حق. فهد يوم جاء فقرة الضيوف سوى اللي ما حد سواه قبله، ما شاء الله تبارك الرحمن. غير اللوكيشن، وزع الشباب توزيع حلو، وفق في إدارة الحوار، عطى الضيوف فرصة، عطى المتسابقين فرصة. الله يوفق يا أخو حسن. تدري عمر أنا حاضر اليوم البروفيشنال، تدري أنا حاضر اليوم عشان يعد فقرة يا سلام. الله يوفقه ولا يضيع الاهتمام يا أخي. الله لا يضيع الفهد تعب. إذن فهد بيكون هو مقدم فقرة حياكم بعد النجاح في الأسبوع الماضي. سيواصل النجاح أبو حمود، نحن على ثقة في هذا الرجل، مهتم جدا، جاء اليوم جاء أمس يشتغل يشوف اللوكيشنات. هذا الإنسان المثابر.